السلام عليكم دكتور حمد السيوف، استشاري أعصاب ودماغ أطفال البورد الأمريكي. ما هو أكبر خطأ نقع فيه في معالجة مرض السرطان عند الأطفال؟ حقيقة أكثر خطأ على الإطلاق هو عدم رفع الجرعة الدوائية بما يتناسب مع الطفل. يعني عندي جرعة من 10 ل 60 بالكيلو، ما بوقف عند 30 أو 40، برفع لما أوصل 60 ملغرام، بحيث إنه يكون التحكم فيه ممتاز.